لكل البنات فيديو النهاردة جميل جدا ومضحك فاني دمه خفيف برغم ان مفيش شمس الا ان احنا هجرب ست اشكال مختلفة من النظارات وفي اشكال كمان هوري كل الوانها او كذا لون كمان للشكل الواحد وهحاول اقول ايه الاشكال اللي بتليق لكل وش او انسب لكل وش وكمان هقول انسب طرحه او شيله للنضاره دي فيعني هيبقى فيديو دمه خفيف وان شاء الله تستفادوا منه لان يمكن اكتر من اكتر برضو الحاجات اللي البنات كتير قوي سالوا عليها وبنات كتير عايزين يعرفوا عنها ونادرا ما بيلاقوا محتوى بيتكلم عنها بشكل واضح شويه وبالذات مع الحجاب. الحجاب فعلا صعب قوي اختيار لنضاره الشمس فيه فهحاول اسهل لكم ده. يلا نبدا. هبدأ الأول بأكتر شكل يعتبر السنة دي منتشر أو يعني اللي هو الأسط نضارة ديور تعتبر هي اللي كانت الأشهر دي انتوا كل أغلب الناس شفتني بيها. ده أكتر لون جميل فعلا فيها يليق على أي وش أو يعني يليق على أغلب الوشوش. يمكن كمان لو وش أرفع سنة مني يبقى أحلى. بشدود من هنا الحتة دي عاملة سحبة حلوة. يمكن بس الوش العريض شوية هيضطر تجيب البندانة تحت شوية عشان تعمل توازن. واللفة اغلب النضارات بتلي اكتر على اللفة الواسعة اللي هي تحسي ان الطرحة او الشيلة لوز يعني مفكوكة سنة مش تمسكيها قوي لان ماسكة قوي كده هبقى وصو شكل النضارة سيء للغاية فشوية تبقى الطرحة فيها مساحة. حتى ممكن تلبسي بندانة وتلمي شعر كويس قوي تلبسي طرحة بعد كده في ايهم طرحة تانية تحسي مستريح. ده اول لون منها. هوريكم اللونين التانيين هتفاجئوا ان الالوان بتختلف كتير قوي. دايما اللون الفاتح من اي نظارة بيدي وسع او يعني بيدي حجم اكبر كتير من اللون الغامق من نفس النظارة. فمثلا شوفوا ده الاسود منها صعب جدا يعني انا عامة ما بحبش ابدا نظارات سودة معدن يعني الشامبر يبقى معدن. احب سودة تبقى بلاستيك او اللي هي يعني شامبر ده بيكون بلاستيك لكن معدن بحس ان الاسود بيبقى سيء يعني معايا بالذات او ولادي قوي يعني كده باين قوي قد ايه هو مربع فمستحيل انا القصة دي ودي مش تبقى مناسبة ابدا لوشي في حجمي او اكبر منه. انا اللي هو الوش الدائري يعني مدور يعني مدور مش هقدر اقول بيضاوي لان هو دائري دائري يعني فده مش هيبقى مناسب ابدا. كده كده انت بالحجاب بطريقه لفه حجابك تقدري تدي وشك شكل يعني انت لو وشك طويل تقدري تقصريه بالبندانه لو وشك مليان قوي من تحت لو فكيتي دي شويه كده شويه ده يقلل اللي هي الدقن تكون عندك مليانه شويه. انا حاليا برضه يعني مليانه سنه عيانه anyway. ف الاسود منه فعلا صعب جدا لا والاصعب بقى مش الاصعب اللون دي اللي هي بتعكس يمكن بتبقى ارحم شويه لان العاكس بيدي سبيس اكتر من الاسود او بيدي حجم اكتر من الاسود بس برضه في الاخر هي يعني ممكن بالجنب بتبقى لطيفه بس في القصة دي في الغامق مش مناسبة قوي لشي ممكن تكون مناسبة لبنت ارفع او وشها مسحوب منحوط اكتر والعضلتين دول عندها اقل سنة من عندي تمام. طيب بعد كده هنروح على الشكل التاني اللي هو المدور وده يعتبر دايما بينزل بس باحجام وبالوان فانا هوريكم شكلين من المدور هتصدموا من الاختلاف بره. ده الشكل الاول المدور نازل موضة جدا اللي هو فيه زي من فوق زي خط او حاجة وده نازل كبير وصغير. اولا هو ده يدوبك بس ده انسب اكتر لوش اكبر مني. طبعا مدور ما تجيبوش كده يعني ما ينفعش مدور تقربيه قوي من عينك لازم مدور تنزليه سنة شوية بحيث انه يوزن الوش. هي مش انا بالنسبة لي بصراحة لا دي مش انسب واحدة شوية يعني انا عندي الجزء ده صغير لو عندك الجزء ده صغير قوي ما ينفعش يبقى عندك قصه كده فوق النضاره فدي افضل وانسب لواحده عندها
الجبهة عريضة أكتر من شوية مع الوشها ممتلئ، هتبقى حلوة جدا. هتنزلها كده سلم زي ما احنا قلنا، وفي من دي عكسة، في منها اللي هي الشفافة، في منها أشكال كتير. بس أنا يمكن العكسة هي الأكثر أناقة السنة دي أو الأشهر السنة دي، عشان كده أنا حاولت أوريكم أكتر نظارات عكسة. طيب المدورة بقى هوريك مين المدورة اللي أنسب للوش، المدورة اللي تتخدم وشي. هيبقى بصوا المدورة دي، المدورة دي أنا بعشقها، ربنا يبقى صغننة وكده، بس فيها شياكة عجيبة من الجنب. طبعا مش دي الطرحة اللي هتبقى حلوة معاها، عشان بس الناس تقول ايه لا شكلها مش حلو قوي مع السكارف، عشان السكارف ده مش مناسب معاها. هي محتاجه سكارف ساده ولون مثلا فاتح، جراي فاتح، اللون اللي هو الروز اللي هو الورد، اللون اللي هو الابيض. هي نظاره دي جباره جباره، برضو زي ما قلنا ما نعملهاش كده كده بشعه، يعني بصوا وصل الارتفاع فين، هي لازم تنزل كده سنه. اغلب البلوجرز بالذات المحجبات صوروا بيها، بتناسب قوي الوش المليان، بتحسسك ولو وهله ان وشك رفيع. يعني مشكلتنا احنا المدور والمربع وش البيضاوي دايما حاسس ان هو غلبان كده، وشه تخين. فلو انت لبستيها فعلا لوهله بتحسي ان وشك رفيع، فدي من احب النظارات يعني ليا. نخش على الشكل الثالث اللي هو القطه. شكل القطط ده يعني بينزل كل سنه باشكال والوان، السنة دي نزل واضح قوي، يعني القطة ناقصة تتناونا. بصوا الشكل ده لطيف قوي، بس هو ده يعني مش مناسب لوشي، ده محتاج وش ارفع سنة. ويا سلام بقى لو عندها سحبة اكتر وعندها العظمتين دول اقل. هي مشكلة يا جماعة في العظمتين دول، ان انا اوريدي مش هينفع حتى داريهم بسكارف او حاجة، ده حجم وش. فهي محتاجة وش يكون بدقن مسحوبة شوية، ولو عندها قورة أعلى سنة كمان هتبقى جميلة. ميزتها إن هي بتقسم الوش، بس مش بتناسب الوش المليان بزيادة، بذات الشكل اللي هو برفع عالية كده ولون غامق اللي هو الأسود. في ناس ممكن تبقى حسب برضو اللفة وكده، يعني في خداع على فكرة. انت ممكن واحد تلبس نظارة تلبسها كده، وتلبس نظارة وطرحة كده وتخرج بقى تقول لك ليه شكلي وحش. بصوا اهلا بيك، بصوا شكلها عامل ازاي، اختلف تماما. فهو فكره ان انت شكل البندانه بشكل رفعه الطرحه بقد ايه هي لوز، بنضاره جايه من فوق ولا تحت، هيفرق قوي في الشكل، بالذات لو بتاخدي صوره مثلا تبقي محتاجه في اللحظه دي تبقي اموره جدا. في منها بقى شكلين تانيين، الشكل برضه جبت لكم من نفس النضاره، الشكل الاكسدي بتاعها او الشكل اللي هو الميرور ارحب شويه. زي ما قلت لكم بصوا لو ركزتوا هتلاقي الميرور دايما بيبان اكبر. الميرور رهيب، او اللي هو الشكل العاكس رهيب في التصوير، يعني فعلا فعلا اناقه ملهاش حل، وحلاوته انه بيليق على اغلب اللبس. بس يعني مع الاسود ممكن ما يبقاش احلى حاجه، بس هو الميرور معروف دلوقتي ان هو رقم واحد، بتبني دايما كده غامضه وانيقه يعني. ده من الجنب اهو بسرعه، في نضارات كتير. ده بقى the perfect one. ليه بقى؟ اولا دي قلت شويه، ثانيا الاستراس ده نزل شويه الشكل من تحت، وفي الصور عجيبه. انا حبيت النضاره دي جدا، مش عارفه انت ممكن ما تشوفوهاش قلي حاجه، بس برضه زي ما قلت لكم صدقوني الطرحه بتختلف. دي طرحه فيها شغل، فمش هتناسب ابدا يعني نضاره فيها شغل. الافضل تبقى طرحه ساده مع النضارة دي، ليها يعني ليها كذا صورة في النضارة دي، يعني من أحلى الصور دي، من أنسبهم للوش اللي في حالتي. الوش اللي في حالتي هي جاية لأ مغطية العظمة تمام، نزل شوية ده فما سايب مساحة سنة، فما لأن أنا زي ما قلت لكم إن أنا عندي المدام جزء ده صغير، مش هينفع السحبة تبقى عالية قوي، وفي نفس الوقت اللون لا هو غامق ولا هو فاتح، فظابط شوية الحجم. طيب نخش بقى على الشكل قبل الاخير، الشكل الخامس معانا النهارده، لا لا الشكل الرابع. نخش معلش على الشكل، نخش على الشكل الرابع اللي هو
بيسك قوي. ده النضاره السوداء شامبر اسود الطبيعيه دي يعني لا غنى عنها. يعني انت قلت لي هجيب نضاره واحده اقول لك خدي هاتي دي. طبعا طبعا بتختلف في ايه؟ بتختلف في حجم الشامبر ده والدايره دي قد ايه. كل ما وشك رفع وصغر هتقدري تجيبي ده اصغر. بس دايما دايما لو عندك خدود، لو عندك خدود هاتي هاتي العدسه لتحت اكتر من فوق زي ما قلنا. وجزء بتاع الجبهه عشان انا عندي صغير، فزي ما انتم شايفين يا دوبك هو وصل للحاجب. لو واحده تانية عندها اعرض محتاجه تجيب الجزء المربع اللي واصل للجبهه يكون اكبر سنه. فاحنا الجزء ده يبقى نازل كده. دي رهيبه بقى في لبس الخروج، في المناسبات الرسميه. يعني مثلا ولا نظاره من دي تقدري تروحي بيها عزم، ما ينفعش، هتروحي بشكل يعني جاد. هي بتدي الشكل الجاد، انترفيو فورمال، عبايه فيها ستراس كده. فهي فعلا من النظارات اللي المربعه الشامبر بلاستيك اسود دي اساس في مجموعه نظاراتك. طبعا هي مش هيقع مع السكارف ده ولا الطقم ده تماما عشان ما تاخديش صوره مختلفه، بس فعلا فعلا هتلاقيها بتناسب 50% من الحاجات اللي عندك، لان احنا اغلب لبسنا نكد اسود غامق. اخر قبل الاخير، الشكل قبل الاخير اللي هو جوتشي اللي كانت يعني عملت الصيحة بتاعته اللي هو الفلاورز. طبعا دي رهيبة كقيامة، نظارة قيمة ابعد حد، بس مش لايقة انا معايا قوي. ليه بقى؟ هي شايفين اللي هو الاستراس ده، ده بيبقى استراس او ورد. دي نازلة موضة يعني بقالها سنتين او ثلاث سنين مستمرة وهتستمر، يعني تستاهل. ده صغير قوي عليا، دي محتاجة وش اصغر مني زي ما احنا شفتوا. بدل ما تشوفوا العضلتين دي كده ظاهرة كده يبقى ما ينفعش، كانت محتاجه تبقى اطول ودي جايه كده. زائد ان هو اسود زي ما قلت لكم، مشكله الاسود انه شويه بيبان صغير، فهو لو كان فاتح يمكن كان ظبط اكتر، بس عشان اسود فبان قوي. والحركه دي كمان صغرتها، فهي انسب لوش اصغر مني. لو وش ارفع مني شويه وما يكونش عندها جبهه تماما، مش هتناسب ابدا بنت عندها جبهه عريضه لان هي نازله لتحت زي ما قلنا، هتناسب اللي وشها من عندها خدود وفي نفس الوقت مش صغننه، هتبقى اموره بشكل رهيب عليها. من احلى النظارات كقيامه، بس مش للاسف لايقه عليا، لان مش لازم تبقى لايقه عليا لان النظارات معموله للبنات كتير مش انا بس. وبس بقى البديل او اختها، يعني انا عايزه اوريكم شكل يعني نفس الستايل، ممكن تلاقي حاجه انسب لك اللي هي الفتحه بتاعتها وشامبر اكبر شويه اهي. دي رهيبه بقى، دي اللي انا عندي منها الروز بتاعتها رهيبه. انا زي ما قلت لكم اغلب نظاراتي ما عدا واحده بس سودة كده او اتنين سود والمدوره اللي هو العاكسه دي، بتبقى فظيعه فظيعه. اولا فيها عكس خفيف، في نفس الوقت الشامبر متحدد كبيره مغطيه للتشيكس اللي عندي العظمتين. السحبه معقوله يعني مش كبيره قوي زي ما قلت لكم عشان انا قرطي صغيره او الجبهه عندي منطقه صغيره. في نفس الوقت تليق بقى مع سكارفات كتير، الاحلى مع دي الفواتح مش الغوامق. ويعني احساسها قيم، يعني دي من اجمل النظارات في الصيف في الخروج في كافيه، بتبقى مناسبه جدا. الحاجه الوحيده اللي مش هتبقى مناسبه فيها الحاجات الفورمال والحاجات اللي هي زي العزا وكده. دي طبعا انت بتهزري لو رحتي العزا كده، انت رايحه تتريقي عليها. فاخر شكل معانا هوريكم شكل كده ايه اللي هو بقى ختامه ضحك، مش ختامه مسك، ختامه ضحك، شكل كريزي شويه اللي هو القصه دي نازله بقى ونازله الوان ونازله حاجات. هي مجنونه جدا، انا شايفاها عسوله بس مش انا، يعني هي عايزه لبس معين ستايل واحده بقى، يعني تحسي انت قاعده على البحر. يعني انا شايفه البحر بيها دلوقتي، حلوه جدا بس مش انا قوي. هي مش هقول لك مش مناسبه لوشي او مناسبه لوشي، الحركه ان هم ما كملوش الشامبر دي رهيبه. السودة منها كانت فظيعة بس للأسف التاجرة قالت إنها مش موجودة. نازلة كده برضه زي ما قلت، لازم مفيش حد بيلبس نظارة كده من النبي، عشان أنا لما بشوف المنظر ده ببقى عايزة أروح أضربك وأشد النظارة دي كده، ده حرام. النظارة بتنزل شوية، تمام، تنزل مش قوي، وسط.
حتى سيبي الرموش، رموشك هتبوظ حبيبتي، فاحنا هننزل نضاره شويه وفي نفس الوقت من الجنب لطيفه، بس زي ما قلت دي هتأيدك جدا. انا شايفه ان دي بحر رايحه الجيم بقى ولابسه كاجوال قوي، هي كاجوال بزياده جدا، ومحتاجه حجاب ابيض قطن مثلا، ابيض قطن حجاب ابيض قطن بشراشيب كده اللي هو التراديشنال ده هيبقى حلو قوي معاها. اكتر من كده هتبقى صعبه بصراحه، ده رايي. انتوا مش عارفه انتوا قولوا لي رايكم. لو وشك ارفع سنة هتبقى اموره قوي فيها. قولوا لي رايكم في النظارات. حلقه لطيفه. اعملوا سبسكرايب وشير ولايك، وانتظروا حلقات تانية، وان شاء الله تكون عجبتكم، وهستنى الكومنتس بتاعتكم تحت. باي باي.